أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم. أذكر أننا بدأنا بالوحدة الرابعة وهي بعنوان قيثارة الفؤاد، وقلنا أن القيثارة هي آلة موسيقية. هل ارتبط العنوان بموضوعات هذه الوحدة؟ نعم، ارتبط ارتباطاً وثيقاً، فموضوعات هذه الوحدة هي الشعر أو فن الشعر، والقيثار هو عازف أو آلة موسيقية، والشعر دائماً نترنم عند سماعه. المفهوم الرئيسي الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو المنظور، فكل يرى الأمر من وجهة نظره ويعبر عنه بطريقته المختلفة، فقد ترى ما من وجهة نظر الشاعر أو وجهة نظر الشاعر بطريقة مختلفة وتعبر عنها أيضا بطريقتك. المفهوم ذو الصلة التعبير عن الذات، النوع الأدبي، السياق العالمي، التعبير الشخصي والثقافي، فلسفات وطرق الحياة. أذكر أن الشاعر يعبر عن ثقافته وشخصيته وعن وجهة نظره لبعض الموضوعات من خلال نظم أبيات شعرية، وأنت أيضا ستعبر عنها بطريقتك المختلفة. أما عبارة البحث، يرتبط الشعر بذاتية الشاعر وفلسفته في الحياة مشكلا منظورات مختلفة حوله. كنا قد استمعنا سابقا إلى قصيدة أمي وما أجملها من قصيدة، وتزامنت أيضا مع اقتراب يوم الأم. بعد قراءة هذه القصيدة والاستماع إليها بأصوات شعراء مختلفين، علينا الانتقال إلى تحليل هذه القصيدة من خلال معرفة الخصائص الفنية لها ونوع هذا الشعر والصور الأدبية فيها، معلومات بسيطة عن الشاعر، وهذا سنوظفه في حصة المكتبة البحثية، فستقوم بالبحث عن كاتب أو شاعر هذه القصيدة، وستعبر عن الفكرة الرئيسية ولماذا قام بنظم هذه القصيدة، فلها قصة وحكاية. وقد نقوم بإجراء نشاط جماعي وهو عمل جدارية للشاعر محمود درويش وهو ناظم هذه القصيدة. أما الموضوع الثاني الذي سننتقل إليه أعزائي الطلاب هو قصيدة الشاعر أبو القاسم الشابي وهي بعنوان إلى طغاة العالم. سنقوم بقراءتها ثم التعرف إلى الموضوع الرئيس الذي عمد إليه أبو القاسم الشابي في هذه القصيدة. سنفسر المفردات الجديدة وسنستخدمها في تعبيرنا، سنستخرج منها الصور التعبيرية، ولاحظ أن شكل القصيدة يختلف عن القصيدة السابقة، حيث سنتعرف إلى نوع القصيدة أيضا في قصيدة إلى طغاة العالم. ثم أعزائي الطلاب، عند دراسة أي عمل أدبي فلا بد أن نقوم بتحليله من خلال استخلاص بعض القضايا من القصيدة، كاستخراج التشبيهات والصور الفنية فيها، استخراج الكلمات الدالة على الصوت واللون والحركة، ثم بيان أثرها على الجمهور ومن المخاطب، ما الفكرة العامة، بما وصف الظالم وهي الفكرة الرئيسية التي تتحدث عنها هذه القصيدة، أن نتحدث عن الأفكار الخاصة بالمقاطع، ونذكر بعض الدروس والقيم المستفادة. أنوه أن الإجابات النموذجية ستكون موجودة في الصفحة الخاصة بالمنصة التعليمية والمعنونة بحل أسئلة القصيدة. أذكر أن المهمة الخاصة لهذا أو لحصة المكتبة هذا الأسبوع ستكون متعلقة بالبحث عن الشاعرين محمود درويش وأبو القاسم الشابي، وتصميم عروض تقديمية خاصة بمعلومات عن الشعراء ثم عرضها لنا أمام الزملاء. كما أذكر بالقيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعيا، حيث سترصد علامة لها وللواجبات المرسلة. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الحادي عشر. أشكر استماعكم، أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم إن شاء الله في دروس لاحقة.